ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب من اجمل انواع الكلاب، وهو البرنيس ماونتين دوغ او كلب جبل البرنيس. اولا تاريخ النوع، بتنحدر سلالته من سويسرا وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1912. ثانيا شكل النوع، شكل مميز جدا، بيكون لونه اسود ووشه وصدره بيكون ابيض في بني في اسود. فروته بتكون كثيفة جدا ودانه بتكون نازلة وديله كثيف. ارتفاع النوع بيتراوح من 60 ل 70 سنتي ووزنه من 30 ل 70 كيلوغرام. ثالثا استخدامات النوع، كان بيستخدم ككلب راعي وكان بيستخدم لجر عربيات اللبن في الريف السويسري القديم، ولكن حاليا بيعتبر واحد من افضل كلاب العائلات في العالم. رابعا سلوك النوع، كلب ذكي هادي مطيع ووفي، كلب روحه حلوة وغير شرس. خامسا رأي الشخص، من افضل انواع الكلاب اللي ممكن تربيها في حياتك، طبعه حلو جدا مع الناس والاطفال وحتى الحيوانات التانية، وطاقته مش عالية. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.